مرحبا بكم في حلقه اخرى على ماكولات الشوارع. اليوم غادي نديرو جوله ديال اكل الشوارع في مدينه كوانجو، وغادي نشوفوا ان شاء الله شنو اللي كيخليها تكون مختلفه على المدن الاخرى اللي شفنا كاملين في الصين. نتمنى الحلقه تعجبكم. ليتس جو. المحل هذا تحل هنا في 1995 هنا في مدينه كوانجو. الاصل ديالو ماشي صيني، الاصل ديالو تايواني. دابا غادي نجربوا المحار ديالهم خفان زربه قبل ما نبداو الرحله ديالنا. كيطيبها في ديك الماء ديالو بوحده، حتى الخر فاش كيطيب عاد كيدردروا عليه بزاف ديال الثومه وبزاف ديال الحرور. غالبا كيسدوا الطالبور، ولكن هاد ستيل هذا ديال تايوان هادو ما زادوه لا بور ولا والو، كيما هو شد حط زيدوا لاصوص الحرور صافي. بسم الله الرحمن الرحيم. لقيت واحد السلطه عن صغير. لا بسم الله حتى هو غادي يتكل، ولكن عندي واحد القلب نكثر ليه الثومه هي الاولى. لا مازال ما شاف الحياه هذا. بسم الله استاذ ربي. التقييم ديال هذا المحار هذا الطريقه ديال الناس ديال تايوان غادي يكون 7/10. هذا وين هاي يوتوبي او غاني ودا ويسين كيما و هاولا تدا او غاني كيما و خان غاسين ثاني. هذا الاخطبوط، اخطبوط بالحرور عاوتاني. ديجا شفنا في مدينه ديال هانكجو، ولكن اليوم شرينا عاوتاني لانه كتعتبر واحد من اهم ماكولات الشوارع. كتحس فيه بزاف ديال العطريه، ولكن ديك الحرور اللي فيه خفاف والملحه ما كثيراش بزاف بحال داك اللي كليت في هانكجو. التقييم ديالي غادي يكون 5/10. اليوم ما شاء الله غادي يبدا الطواجن ديالي تعميره اللي هما وجبه خاصه بالناس ديال كوانجو ان شاء الله. سميتها جاو بو فان باوزفان. الوجبه سميتها باوزفان. عندهم بزاف ديال الطواجن، اما بالدجاج اما بالخنزير اما بالحوت. انا قلت له ودي بغيت غير الرز والبيض بوحدو. دابا غادي نشوفوا ان شاء الله الرحله كي غادي تكون. ليتس جو. كل شيء واقف كيتفرج. كان ندير لك الشهر فابور، قلت له يلاه زد يلاه 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 فرصه ومناسبه ما بقاش ما بقاش. لا 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 غناكلو في الشارع. هاني ها داك اللي تحت فيه الحري جا واعر لواحد الدرجه لا توصف، مع زادتو ديك لاصوص ديال الصويا في الاخر اللي حلوه بزاف، عطاها واحد المذاق مثالي. الحاجه اللي زوينه فيه هو انه راه الطاجين محروق، كاين داك الرز اللي تحت محروق، ولكن ما فيهش الريحه ديال الحريق بتاتا. واخا محروق داك الرز ما كيبقاش لاصق في الطاجين، شوها مثالي مثالي، واحد الريحه خارجه منه كيقولوا ليها هما شيان شيان، كتعني رائحه زكيه. بسم الله شو واحد الدغمه قداش الموت، هذه الموت. بسم الله 8/10. ميغوا دوين. دابا الوجهه الثانيه ديالي غادي تكون هي واحد البلاصه اللي كتعتبر جنه ديال ماكولات الشوارع. كاينه واحد البلاصه اللي سميتها شارع شانشو، غادي نجرب فيها ان شاء الله النودلز، حيت بطبيعه الحال ما يمكنش ندير حلقه ديال الشوارع بلا ما نجرب النودلز. ليتس جو. الوجبه الثانيه ديالي غادي تكون هي النودلز بالمفروض بالخضار المالحه وشويه ديال الحروف الاخر صافي. شو قداش تبارك الله قداش طلع 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 طلع. بسم الله تبارك الله رقيقه. نحاول دابا ندوق الشوربه اللي غير شويه ماشي شي حاجه. ديك قداش تبارك الله كل معلقه ياكلوا منها 10 د الناس. شوف من احسن داك المفروم الطريقه ديال سيتوان، شاد شويه ديال الحموضيه وشاد الحرور بزاف، ودوك النودلز غير محطوطين تما فيهم واحد شويه ديال الحموضيه وشادين شويه ديال الملوحيه والحرور في نفس الوقت من الشوربه صافي. التقييم ديال هاد النودلز هادو مع الخضروات المملحه غادي يكون 7/10. هاد البلاصه عاوتاني نفس الحاجه، هذا شارع اخر حتى هو كبير فيه بزاف المحلات ديال الاكل، ولكن دابا حيت ديجا كليت انا شحال من حاجه غادي ندير واحد البوز هو الاول ديال نشرب شي حاجه ان شاء الله حيت سخون الحال، وغادي نكمل عاوتاني. ليتس جو. ايوه لا 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 لا
دابا فاش كاين انا دابا هي فيها واحد التنين هنا بحال قلت لك كيجيو الصينيين كيشري واحد القليب ديال الخشب ولا شي طرف ديال الخشب كيكتبوا فيه الاميات ديالهم وكيعلقوهم هنا ايمانا انهم الالهه ديالهم مثلا غادي يحققوا لهم دوك الاميات ولا شي حاجه. هاد البلاصه هادي دابا هي فاش غادي ندير ريفيو انا. هذا عصير ديال جوزات الهين بارد وزوين وصراحه عجبني بزاف احسن من داك الاخر اللي جربت انا في السوبر ماركت. التقييم ديالي هذا غادي يكون 8 على 10. الرحله ديالنا مازالت مستمره هنا في الشوارع ديال غوانجو. هاد البلاصه هادي مع جيت ليها والله الا فكرتني في الوالده. الوالده عزيز عليها نضربوا هاد الشارع انا وياها الي روتور مع فيها الضو هادو هادشي هاد ستيل هذا ديال غوانجو القديمه. صافي اون فوا كنجي هنا كترتاح هي 100%. باقي البحث على بزاف د البلايص. ليتس جو. We have hot too. هذا داير بحال قلتي عصير ولكن ديال السيرو وستيلي دوك الزريعه بحال ديك الزريعه ديال الشيا نفس البلانو. داك الكاس الاول بارد والكاس الثاني سخون. بحال قلتي عصير قالت لي هو راه كيتشرب حتى بحال اتاي ما فهمت انا حتى وزا. المهم المذاق ديالو زوين ودار بحال السيرو ولا الفاني ديالها كتشرب الفاني دايب. صافي البلاصه هذه فيها بزاف عاوتاني ديال السناك كما شفنا في الحلقه اللي فات ولكن اللي عجبني بزاف وعندهم ديك المسكه بحال ديالنا حنا فاش كنا صغار. هذه هذا المتجر هذا الاساس ديالو هو انه كيبين لك ديك الثقافه الصينيه القديمه. داكشي علاش كتقال البراند هذه كاينه في جميع النواحي ديال الصين باش تعطي للجيل الجديد ديك الثقافه القديمه اللي عاشوها الاباء ديالهم والاجداد ديالهم. ليتس جو. هنا نفس الحاجه عندهم ديك التيليجو ديالنا حنا. هيا نفس البراند. ليتس جو. الفرفره كنا كنشريوها في تالودان حتى هي بحالها القراعي ديال العسكر ديال الشينوا. هما هادو الطاقيات ديالهم. عندنا بحال هادو حنا في تالودان ولكن بلا هادي كتكون هاكا سديري. ثانك يو. دابا غادي نكون في الوجهه اخرى ديالي ان شاء الله. ما زالت رحلتنا مستمره. هاد الوجبه هادي غالبا كياكلوها الناس في الجنوب ديال الصين كفطور. انا غادي ناكلها كاسكروت. كتكون هي وجبه ديال الدقيق مثلا ديال الرز وكتزيد عليها انت الدجاج ولا الخنزير ولا اللحم ولا اللي بغيتي. انا قلت لها بغيت غير ديك الطبقه بوحدها وزيد عليها البيض. صافي ملاح. اش داد النودلز هادو مع البيض غنغمسهم فهاد الصويب بحال هكا ونشوف ديك الساعه. بسم الله. كتحس بحال الا كتاكل الرز بحال شديتي الرز ودرتي فيه شي ورقه بحال هكا وكتاكلو نفس المذاق حسن البيض. ماليه لا ملوحيه. ديك العجينه ديال النودلز ديال الرز حتى هي ماليه حتى شي ملوحيه من غير المذاق ديال لاصوص اللي كاين تما. صافي كبرات ديك الصويا ما بقاتش كاع. غنشوف هاد الطرف هذا دابا فيه الصويا بزاف وفيه البيض. بسم الله بسم الله. داك العجين صم ديك الصويا كاملها. التقييم ديال هاد الوجبه غادي يكون 5 على 10. هاد الوجبه هادي خلصت فيها 8.5. شوفوا هذا واحد الريستو كيدير الطبق ديال السلحفاه. شوف هادي واحد السلحفاه ولكن سلحفاه في شكالها. شوف شتي كي دايره كيجي كيعطيك واحد البرمه فيها الماء السخون وكتزيد الخضره على السلحفاه داك وكتاكلها. شوف راه ماك في الداخلها. الوجهه الاخيره ديالنا غادي تكون في المطعم الاسلامي. ديجا درنا فيه حلقه في رمضان الاكل الحلال. اول حاجه في الرحله ديالنا هي الخبز ديال المسلمين. شو كيدير الله مبارك. خبز مشوي كيدهنوه بالزيت واحد الشويه وكيدهنوه على العطريه. صافي كتخرج من واحد الريحه زوينه بزاف كمون بطبيعه الحال كثير لي مقرمل. الطبقه ديال الوسط ديالو رطبه بزاف ولكن ديك الطبقه الخارجيه مقرمله وشاده بزاف ديال الكمون العطريه. بسم الله. السلام عليكم. ريتو راسو قلت ليها جيت تشوف عقلتي باش اللي عندكم في رمضان. قال لي قلت ليها جيت تفرج في راسك. دابا غادي تكون لك بدايه ديالنا وصلت لها هي. بسم الله. عطي واحد المذاق يا سلام وكتبقى لك ديك الشحمه في فمك كتحس بالمذاق زوين وفيه تجانس بزاف بين الكمون والعطريه وديك البهارات الصينيه اللي داروا لي. بسم الله. ديك الشحمه واعره بزاف باش هزو ديك الكبده ودورو عليها ديك الشحمه عطاتها واحد المذاق كتبقى عليك ديك الشحمه ولا ديك الدهنيه ديالها في فمك واخا من مورا ما تاكل الكبده المذاق ديالها باقي مسيطر على كل شيء. لا
هي هذيك الشحمه اللي دويت عليها هي اللي صنع الفرق في هادشي كامل. بسم الله بسم الله. فيها واحد الحريق كيفكرني بالعيد الكبير ديالنا بحالو. هذا مسمار القضبان ديال الغنمي. بسم الله توا باش نسالي الحلقه نشد الطرف هذا ديال الغنمي غنديرو هنا. بسم الله نتمنى ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وتكون الحلقه عجبتكم. ما تنساش غير كليب دار دير سبسكرايب كامل دوك تويشات كاملين. شكرا بزاف على الحب والدفع ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. بيس اوت. Let's go.